مساء الخير عليكم جميعا، وتوقعات احداث الحلقه 29 من مسلسل جعفر العمده. توقعات ايه بقى؟ ما خلاص كل حاجه اتكشفت، الدلاله اتكشفت، وجعفر جمع اولاد حماده فتح الله كلهم وعمل لهم كمين وصورهم بكاميرات الفيديو، وما فيش اي توقعات لان خلاص كل حاجه ظهرت. بس حابه اقول لكم ان انا شفت مقطع للفنان اللي بيقوم بدور حماده فتح الله، بيقول ان نهايه المسلسل حماده هيمشي في الشوارع يلف يدور على اولاده الثلاثه. واضح كده ان جعفر انتقامه شديد، وان هيخفي ولاد فتح الله ومحدش هيعرف لهم سكة هما التلاتة، وحمادة فتح الله هيمشي في الشوارع يلف على ولاده، تقريبا هيتجنن. بس هل دلال هتموت هتتجنن هيحبسها مع اخواتها؟ ده كله هنعرفه في الحلقات اللي جاية. توقعات كلها خلصت يا جماعة، لان غالبا كل توقعاتنا او معظمها مش كلها بتطلع مش صحيحة. جميع القنوات او جميع الناس اللي عملت فيديوهات توقعات مش كلها طلعت صحيحة، لان احنا طبعا ما دخلناش في عقل المخرج ولا المؤلف. الحقيقة الوحيدة ان حمادة فتح الله مش هيلاقي اولاده تاني، واعتقد كمان ان عايدة هترجع لجعفر مرة تانية. قلت لكم قبل كده في حلقة من الحلقات اللي فاتت ان عايدة هترجع فلوس جعفر، وطلع كلامي حقيقي ومظبوط، هترد له فلوسه وهيرجع لها تاني. خلاص سوريا هتعرف ان سيف يبقى ابنها، وهيبقى اللقاء المنتظر. واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، ومضطرة اسيبكم عشان ورايا نظافة العيد، تنظيف البيت. وكل سنة وانتم طيبين، وقابلكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.